بتحتاسي كل شهر مش عارفة تجيبي ايه تنظفي بيه، سواء من مساحيق او من ادوات تساعدك في التنظيف. احنا هنقولك النهاردة هتجيبي ايه كل شهر يبقى موجود عندك باستمرار من مساحيق ومن ادوات التنظيف عشان يسهل عليك الوقت والمجهود. اول حاجه الكلوريكس الابيض عشان تنظيف الملابس البيضاء، والفانش سواء للابيض وللالوان. معانا كلوريكس 5 في 1، ده بنستخدمه في غسيل الحمامات وفي تنظيف المطبخ وكمان في المسح. ودوت كلوريكس للالوان عشان خاطر الملابس الالوان، مسحوق لتنظيف المواعين اللي هو مسحوق غسيل الاطباق والمواعين. معانا كمان خل، معانا مسحوق باودر لتنظيف الملابس سواء الابيض او الالوان، هنحتاج الاثنين مع بعض. هنحتاج كمان زهره بيضاء عشان الملابس البيضه، وملح ليمون، بيكنج صودا، ده سبراي تنظيف كنب السيارات اللي قلنا هنستخدمه في المفروشات وفي ازاله البقع بتاعه المراتب والبقع الصعبه، وكمان نقدر نستخدمه في تنظيف غساله الاطباق وفي الافران والبوتاجازات. مذيب الدهون برده ده هنقدر نستخدمه في المطبخ، سواء بقى على سيراميك، سواء على دولاب المطبخ اللي هو الخشب، بوتاجاز، فرن، مايكرويف، اي حاجه فيها دهون ده بصراحه بيشيل اي حاجه. الجرانس عشان خاطر تنظيف الاسطح الزجاجيه والمرايات. المعطر عشان نستخدمه في تعطير البيت، في اي حاجه بقى، في تعطير المطبخ، في اسطح المطبخ، في المسح. نقدر نستخدمه في الحمامات عشان خاطر نخلي الحمامات بتاعتنا ريحتها حلوه. ووايبس كلوريكس ده هيبقى موجود معاكي في شنطه ايدك وانت بره عشان يلحقك في اي بقع الاولاد بيسببوها لك، وكمان في البيت عشان تلحقي اي بقع قبل ما تنشف ويبقى صعب عليكي تنظيفها وتحتاجي وقت ومجهود ومساحيق عشان خاطر تنظفي. طيب احنا محتاجين دلوقتي الادوات اللي كمان هنستخدمها. محتاجين الريشه للتنظيف السريع زي ما اتكلمنا في حلقه قبل كده، ان لو في حاله ان جالك اي ضيف في وقت انت مش عامله حسابك فيه ومحتاجه تنظفي البيت بسرعه او الست مش موجوده، تقدري تستخدمي الريشه في ازاله الاتربه. كمان الجوانتي النو داست ده هنحتاجه مره واحده في الشهر بدل البليج، وبدل ما تحتاجي 3-4 ازايز بليج على مدار الشهر وتحتاج منك بادجت كبيره. المساحه دي برده عظيمه جدا، هتغنيكي عن الجردل والشرشوبه والميه والعصر وكل الخطوات دي كلها، لانها فيها بخاخه بقدر ادوس عليها ان هي ترش لي على الارض، وكمان الموب اللي انا بمسح بيها، فهي بتختصر لي خطوات كتيره جدا وبتسهل عليا طريقة المسح وبتسهل عليا الوقت كمان بتاع المسح. دلوقتي عندك دليل كامل لأدوات وكمان لمساحيق لكل حاجة في البيت وانت بتنظفي على مدار الشهر، وتقدري كمان ان انت تعملي لهم مكان مخصص لحاجات التنظيف، سواء بقى للمكنسة والمساحة والرياشة، الجوانتي، حاجات التنظيف كلها، سواء اللي هتستخدميها في غسيل الهدوم او اللي هتستخدميها في تنظيف البيت، وتعملي لهم ضلفة مخصصة تحطي فيها كل حاجتك وتبقى مترتبة، مش محتاجة ان انت تبقي حاجتك في كل مكان او تبقي محتارة كل شهر وانت بتعملي شوبينج تشتري ايه وما تشتريش ايه. يا رب نكون فدناكي.